السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أين السبيل. حاربوا المسلمين واحتلوا أرضهم، غزوا ديارهم، نهبوا ثرواتهم من فلسطين للعراق ومن أفغانستان لسوريا، وقبل ذلك البوسنة والقوقاز وبورما والصومال وإفريقيا. وإن أردت فعدد ومآسي المسلمين تتسع، لكن ولأول مرة نرى حربا بين الغزاة أنفسهم تدور رحاها على أرضهم، القتلى قتلاهم واللاجئون هم أنفسهم. حرب روسيا ومن ورائها الصين وأتباعهم، طرفا يتصادمون مع الغرب وعلى رأسها أمريكا في الساحة الأوكرانية، لكن تفاجأنا بمسلمين نسوا الجراحة وتغاضوا عن الآلام ويقفون صف أوكرانيا مدافعين عنها، وآخرين يقفون بصف روسيا في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ولكن الأهم من ذلك هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في هذه البلاد ويحملون جنسياتها وينتمون إلى أرضها، ما هو موقفهم من حرب دخل بعضهم إليها اختيارا وبعضهم إجبارا؟ اندلعت الحرب واندلعت معها الأسئلة الشائكة التي تحتاج إلى تضافر العقول الشرعية للإجابة عن موقف هؤلاء وموقف المسلمين من هذه الحرب، وماذا يجب علينا أن نفعل، وهل من الممكن أن نستفيد من انشغال هؤلاء بعضهم البعض؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في هذه الحلقة الجديدة مع ضيف جديد كريم وعالم جليل، فضيلة الشيخ الدكتور سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق. شيخ سلامة، أهلا وسهلا بك، حياك الله. مرحبا يا أستاذ عامر.